نبص على الكلام ده بقى بتفاصيل واحدة واحدة كده. يعني نشوف يعني ايه T1 waiting ويعني ايه T2 waiting. اوكي، زي ما كنت بقول long TR reduces the T1 effect، لان احنا شفنا ان هو لما احنا بنخلي تي ار كبيره يبقى معنى كده الترم اللي هو 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي ار على تي 1 ده هيساوي صفر او يساوي 1 تقريبا. اوكي، لما تي ار بتبقى صغيره بتخلي تي 1 فاكتور ده يفضل موجود في الايكويجن، فمعنى كده انها بتعمل انهانسمنت للتي 1 كونتراست. احنا ممكن بقى نشوف عندنا مثال للكونتراست دوت. لو عندي في تو تيشوز بالشكل ده، واحد التي 1 بتاعته هنا بالشكل ده كده وواحد تي 1 بتاعته بالشكل ده كده، هلاقي ان الريت بتاع اللونجيتودينال ديكي بتاعنا او اللونجيتودينال ريلاكسيشن بتاعنا ده مختلف عن ده زي ما احنا شايفين كده. لو انا خدت التي 1 بتاعتي او خدت التي ار بتاعتي في نقطه هنا مثلا، هلاقي ان شايفين الفرق ده قد ايه؟ فرق كبير بين الاثنين دول وبعض. وبرده هنا برده نفس الكلام، هلاقي ان هو فرق بين الاثنين دول كبير وبعض. لو خدت انا التي ار يعني almost T1 بتاع التيشو الاولاني او T1 بتاع التيشو الثاني، لا في فرق في كونتراست مش قليل. لو استنيت بقى على التي ار خليتها كبيره قوي، يبقى معنى كده هما الاثنين almost هيبقوا زي بعض، مش هيفرق بقى الفرق اللي بينهم ده في التي 1 ريلاكسيشن، مش هيفرق. اوكي، فمعنى كده لو انا خدت تي 1 هنا صغيره هلاقي في فرق، لو خدت تي 1 كبيره الفرق ده بيبقى صغير قوي او بعد شويه اكشلي بيبقى منعدم تمام. اوكي، فمعنى كده نفتكر الشكل ده كويس قوي عشان نعرف ان احنا محتاجين تي ار صغيره عشان يبقى في عندنا تي 1 ويتنج او تي 1 كونتراست. تي 1 ويتنج معناها ان في عندي كونتراست مبني على تي 1 فاليو، او ما اصح القيمه بتاعه الصوره نفسها ويتد بقيمه التي 1 بتساوي كام. اوكي، دي مهمه جدا. اوكي، فعامه لما يكون عندي شورت تي ار بيبقى بالتاكيد عندي تي 1 كونتراست ريجاردلس بقى انا عندي تي اي بتساوي كام. اوكي، ملهاش اي علاقه خالص بالتي اي بتساوي كام.